حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبه سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفه